في ظل توافد اللاجئين والمهاجرين إلى كندا، كان للإنتري بروجرام دور كبير في توجيه القادمين الجدد لمدة 15 عاماً. أنا اسمي طارق عزيز، واحد من المعلمين الموجودين في إنتري بروجرام. إنتري بروجرام هو واحد من أقدم وأعرق البرامج التثقيفية والتعليمية في وينيبيغ، بيقدم خدماته لكل الوافدين الجدد بما في ذلك الجالية العربية طبعا، وابتدى يقدم خدمته من سنة 2004. هنا الطالب أو النيوكومر بيجي المكان عندنا، بنديله معلومات في كافة المجالات اللي هو محتاجها عشان يعمل سيتلمنت أو استقرار في كندا. بياخد معلومات عن التعليم، عن الصحة، عن القوانين، وأهم حاجة عن الثقافة الكندية، وده بيساعدهم بشكل كبير إن هم يندمجوا في المجتمع الكندي. هو للأسف مؤخرا عرفنا إن التمويل اللي بيجي من الحكومة الفدرالية للبرنامج هيتوقف بحلول مارس 2020، وده معناه إن البرنامج مش هيبقى متاح للوافدين الجدد القادمين، وده معناه إن المعلومات اللي حصل عليها النيوكومرز اللي موجودين اوريدي في كندا مش هيحصل عليها القادمين في المستقبل، وده معناه إن هيزود فترة الاستقرار للوافدين دول، والاستقرار اللي هياخد ممكن شهر، ممكن ياخد مع الآخرين ممكن نقول سنين، لأن احنا هنا بنقدم معلومات اللي بتخليهم يخشوا بشكل مباشر على الخدمات بدون سؤال أو بدون ما يقضوا وقت كبير في كندا عشان يوصلوا لها. فبالتالي ده هيأثر بالسلب على كل الوافدين الجدد القادمين، لأن المعلومة مش هتبقى متاحة بشكل مكثف ومنظم في شكل فصل دراسي زي ما بيحصلوا عليها في المكان ده. كل اللي بطلبه، أولا أنا بشكر راديو الوطن على اهتمامه بالموضوع ووجودكم، دعمكم مهم جدا، احنا محتاجين دعمكم عن طريق رسالة بتتبعت لأعضاء البرلمان الكندي، هتلاقوا نص الرسالة دي في البوست، ممكن تعملوا أو اللي هيبعت رسالة يعمل كوبي وبيست ويبعت إيميل لأحد أعضاء البرلمان الكندي، وإحنا هنوفر لكم أسماء والإيميلات والكونتاكت انفورميشن للأعضاء اللي ممكن تستخدموها في الإرسال. اسمي أفراح، أنا جاي من السعودية، أصلي من الصومال، لي شهر لكندا في الانتر بروجرام أسبوع، تعلمنا أشياء كثيرة ومفيدة، تعلمنا شو اسمه الحين تعلمنا الرئيس ويعني الحكم، تعلمنا أيوة الحكومة الكندية، وتعلمنا كندا والمدن، وتعلمنا أشياء يعني استفدت من العملات، كيف تروحي مع الباص، كيف تدفعي، يعني أشياء مفيدة جدا في انتر بروجرام. في انتري بروجرام شفنا مجال 4 مجالات، منهم مجال المواصلات، النقل، مجال الصحة، مجال الوظيفة، مجال الحقوق. في انتري بروجرام علمونا كيفاش نعرفوا الحقوق ديالنا والواجبات في هذه البلاد السعيدة، تعرفنا على أصدقاء جدد، على بلدان جدد، على قوانين جدد. انتري بروجرام أعطانا كتير يعني كتير معلومات، استفدنا كتير. الأسبوع الأول كان place to go، يعني وين ممكن نروح، كيف ناخد الباص، أرقام الباص اللي ممكن يودونا على وجهات كتير بالمدينة، وكمان كيف نتعامل مع الفلوس، العملة تبع كندا. وكمان هالأسبوع، هذا الأسبوع عنا الصحة، موضوع الصحة يعني كيف المنظمات اللي ممكن نستفيد منهم، وين راح نروح إذا محتاجين طبيب تبع الأسرة، وكتير شغلات. وهذا الأسبوع الثاني لإلي، وكتير كتير عجبني البروغرام. اليوم يشهد انتري بروجرام إيقافا للتمويل من قبل الحكومة، ويطلب من المهاجرين إيصال أصواتهم للمسؤولين حتى يستمر البرنامج بتقديم خدماته. فهل سيستجاب لمطالبهم؟ كانت معكم رشا قصاد من راديو الوطن.